إذن بالنسبة للكاتبة ديالنا كنا هي الأستاذة خديجة غادي تهضر لنا غير نبدا بسيطة على هذا الكتاب باش تقرا الأطفال من الكونتيست ديال أنا عاوتاني غنخرج مع بيها وندخل في التقرير حضور كريم مساء الخير للأطفال سعيدة بتواجدي ديالي معكم كنشكر رابطة كاتبة المغرب على هذا الدعم وعلى هذا التشجيع وكنشكر مدارس الزبري في شخص المدير ديالها الأستاذ عواد وكنا أنا ما ننساش أننا قضينا واحد سنوات من العمل الجاد وجمعتنا بزاف ديال المشاريع والأستاذ عواد هو قبل أن يكون أستاذ هو مربي هو إنسان محب للثقافة والأدب والعلم بالنسبة نرحب بالضيوف اللي جاونا من بعيد نرحب بالتلميذة وكاتبة هبة الله العالمي هبة الله هي هبة من الله هي متعددة المواهب فهي تكتب وهي ترسم وهي عازفة على آلة موسيقية وهي تلميذة متميزة وهي مايسترو ديال الفرقة ديالنا اللي سميتها لي بوتيز ارتيست اللي هي فرقة كتبناها رابطة كاتبة المغرب فرع سامة نرحب أيضا بأصغر كاتبة في الوطن العربي اللي تكبدات عن شقاء السفر باش تحضر معنا اليوم وتكون هي مثال لهاد الأطفال تشجعوا على القراءة ونرحب بالأطفال الصغار لينا ونرحب بصديقاتي في رابطة كاتبة المغرب اللي داروا بزاف ديال المجهود باش يكون هذا العمل يخرج اليوم لهنا الوغ moi je suis fascinante donc j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à ma mère qui est parmi nous je suis très émue qu'elle soit là car je suis très émue qu'elle soit là فرحب بالاخ ديالي اللي عمري ما قلت عليه هو كان مثال كبير ليا كان قارئ جيد وكان داير لينا واحد الكتاب كنا كنديرو فيه لي ريزومي كنديرو ملخصات كانت عندنا كتابه في البيت مدرسه فخر مكتبه في البيت كنا كنتبادلو فيها الكتب وكنرحب بالابن الاخ ديالي وزوجه الاخ ديالي اللي تا هما تكملوا واحد العناء المشقه ديال باش يجيو هنا الوغ بوغ لو ليفغ فواياج لابن بطوطا يا حلام سي ان ليفغ كي مي اكسون سور لا ديسكريميناسيون لي هارسيلمون سكولير نو افون لو بيرسوناج برانسيبال سي اون في كي سوفر تروبل منيزيك باسكو ايلا ايو ان اكسيدون كونت ايل ايتي بوتيت Donc, elle est toujours ridiculisée par ses amis à l'école. Et un jour, elle va recevoir elle va rencontrer le grand voyageur Ibn Battuta, qui va venir spécialement pour l'inviter à faire un voyage extraordinaire pour partir en Égypte, partir en Inde et partir en Chine et pour revenir au Maroc. Et je ne vais pas spoiler, je vous laisse. Lire le livre pour pouvoir découvrir d'autres aventures et je laisse la parole aux enfants.